السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا صوت يعلو سوى انتخابات مجلس النواب 2020، فالكل يتسابق وتسارع من أجل خدمة أبناء بلده وأبناء دائرته. فأتمنى أن يفرز هذا العرس الديمقراطي مجلس نواب قوي قادر على النهوض بمصرنا الحبيبة، وهذا لا يأتي إلا بالاختيار الصحيح. نطلع فاصل ونستضيف المرشح الأستاذ سيد السرساوي دائرة شبين الكوم. ورجعنا لحضراتكم تاني طبعا، ونرحب بالأستاذ سيد السرساوي مرشح مجلس النواب 2020 دائرة شبين الكوم. هذا المكان هو منبر للمصداقية، وهو صوت الناس، والمسؤول إن كان صادق إحنا معاه. أستاذ سيد أهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير، أنا منور الدنيا. الله يخليك سيد. أستاذ سيد طبعا هنبدأ مع حضرتك، هي أسئلة نزلنا الشارع وجبنا بعض الأسئلة من الدائرة بتاعت حضرتك، وكل الأسئلة دي هي نبض الشارع، فحضرتك طبعا عليك الرد والاستجابة بقى لجمهورك والناس اللي بتحبك وعاوزة تعرف. أستاذ سيد، من هو سيد السرساوي؟ طب اسمح لي الأول كده قبل ما نقول من هو السيد السرساوي، طبعا نشكر حضرتك على الاستضافة، وأنا سعيد إن أنا في برنامج رياضي أصلا، وإحنا بنقول الشباب ودعم الشباب ومرشحين الشباب، ف يعني حاجه كويسه جدا ان انا اكون في برنامج رياضي معبرا عن امال وطموحات الشباب. السيد ابراهيم السرساوي، 46 عام، ليسانس حقوق، مدير عام تنفيذي بقطاع البترول، ولنا من العمل العام والسياسي اللي بلغنا فيه مبلغ كويس جدا، على اساسه ان شاء الله تقدمنا للترشح لعضو مجلس النواب 2020. اسباب ترشحك لمجلس النواب؟ استجابه لنداء السيد الرئيس في اختاروا النبهاء اللي هيجيبوا حقكم وحق اولادكم. فاحنا عندنا من المقدره ان احنا ان شاء الله نكون عند حسن ظن قياده الدوله في انها تجيب نجباء ونبهاء، من خلال تاهيل، من خلال علم، من خلال خبره، من خلال ممارسات عمليه. يمكن البيئه والجو السياسي المتاح دلوقتي او الموجود يساعد اي حد على انه يترشح. ما عادش زي زمان بقى، يعني هنقول ان في وصايا لاختيار بعض الاشخاص عشان هم دول اللي يبقوا ممثلين. الامر اصبح النهارده بقى فيه مهيئه تماما لاختيار حر نزيه من خلال اقتراع مباشر حر امام الجميع، بيتم مراقبته من كافه جميع منظمات الحقوقيه. فانت عايز ايه بقى اكتر من كده؟ من هنا وتاهيلك ان انت تكون عندك المقدره والقدره على الممارسه والعمل السياسي. ويمكن حضرتك احنا نتبنى، عذرا، نتبنى في 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 فكر الترشح بتاعنا رؤية ان انت لابد ان انت تكون مؤهل لانك تكون تبقى قادر على التمثيل، لان التمثيل في احدى عبارات الحملة بتاعتنا تمثيلكم شرف لنا، شرف كبير جدا لا يضاهي شرف ان انت تكون ممثل عن جمهور الشعب المصري وعن محافظتك وعن دائرتك وعن قريتك. يعني اخواتنا، يعني اسباب الترشح هو حضرتك حسيت ان انت حاسس ان انت مؤهل للامر ولا كفكره؟ الفكره جت منين؟ لا لا، بدايه طبعا لابد كذا جانب لازم الانسان يسعى ليه قبل ما ياخد اي قرار. اهمها اولا المقدره الشخصيه، هل انت مؤهل لهذا الامر؟ ده في الاساس. طب التاهيل لوحده يكفي؟ لا طبعا، التواجد بين الناس وبين الناخبين اولا بتبدا من قريتك، وجودك في اهل القريه بتاعتك او الحي بتاعك او المدينه بتاعتك، ومدى ارتباطهم بيك، قال الراجل ده كويس، قال لي مساحه مع الناس، دي بتبقى البدايه. ثانيا او ثالثا، هل مارست هذا العمل؟ يعني هل لك تاريخ سياسي؟ هل لك عمل سياسي؟ ايوه مارست، كنت فتره من الفترات في امانات الشباب في الاحزاب في الفترات اللي قبل الثوره، وبعد وطبعا قبل الثوره ممكن في مجالس محليه، كنت رئيس للجنه النقل والمواصلات بمجلس محلي مركز شبين الكوم. ولحسن الطالع ان هذه الدائره بعد ان تم ضمها لدائره بندر ومركز شبين الكوم، كانت الاول بندر ومركز وما انضموا الاثنين، كنا ممثلين في مجلس محلي مركز شبين الكوم عن هذه الدائره، يعني عدد 38 بلد وحوالي 40 عزمه. ففي تاهيل، يعني مش تاهيل بس، تاهيل وارتباط بالناس وممارسه العمل. يعني تمام، انت داخل تمثل الناس، مش هتخش تبقى. طب استاذ سيد انا عايز تعليقك، لان في ناس كتير جدا اتمرت على البرلمان وما بتديش الناس طموحاتها ولا الاهداف بتاعت الناس، او فكره الناس هم نفسهم في مرشح يكون موجود في البرلمان وما بيحقق لهمش اي شيء. تعليقك على الموضوع ده؟ يعني
اللي اتحقق ايه من وجهة نظرك؟ يعني ممكن يكون في طموح للشباب معين فبيرشحوا مرشح ان هو يبقى موجود في البرلمان ويكتشفوا بعد كده ان هو ما بيحقق لهمش اي اهداف. طيب خلينا نتفق على مبدا بدايه. انا قلته من الاول، قلت ايه؟ ان البيئه لابد ان تكون مهيئه. انا راجل مؤهل وعندي مقدره ان انا ادخل، لكن شايف والله الجو مش مهيئ. في وصايا على الناس بيجيبوا اللي هم عايزينه. الوضع ده اتغير تماما بعد الثوره. ممكن 2000 انتخابات 2015 الماضيه بتاع النواب اللي فاتت، يعني جاءت بالبعض النواب، هنقول نواب الصدفه، نواب الديمقراطيه اللي افرزت ان اي حد الناس تجيبه. فكان في اختيارات ابرزت عن نواب ما لبوش طموحات وامال ناخبيهم. أيوة. لان قد تكون جت بالصدفه، جت يعني كثير من الدوائر بتشغل بمقاعد من هذه الشكل. الطموحات والرغبات بتاعه المواطنين بتاتي من خلال نائب عنده فهم ووعي وثقافه وممارسه والمام بكافه شؤون الدوله. علشان النهارده انا لما اجي اطلب خدمات، ما في كتير خدمات كتيره عايزاها كل الدوائر. انا النهارده الخدمه دي هتيجي منين؟ اولا ان انا اكون مؤهل لان انا ادير عمل البرلماني واعرف يعني ايه برلمان اصلا. دي في البدايه. الحاجه الثانيه ان انا استطيع ان امارس عمل النيابي من خلال ادواته اللي هي ايه؟ استجواب، طلبات احاطه، بيان حاجل، تعبر تعبير حقيقي عن شرف تمثيل ناخبيك. طيب هنقول الناس اللي فاتت دي ما عملتش كده؟ والله حضرتك بتقول ان ناس كتيرة ما تمش تربية طموحاتها ولا املها. يبقى اذا النهاردة بنستجيب لنداء السيد الرئيس، اختاروا النجباء النبهاء اللي هيجيبوا حقكم وحق اولادكم. ده الرئيس اللي بيقول الكلام ده مش انا. تمام. طب ده معناه ايه؟ الكرة في ملعب الناخبين وملعبنا احنا كمواطنين، نحسن الاختيار بين جموع المرشحين. في كتير من المرشحين متقدمين كلهم ذات قدر واحترام ولهم كل التقدير والاحترام، ومنافسه شريفه. ويمكن حضرتك احنا متبنيين في الحمله برضه تيار الاحترام. معنى كده الناس التانيه مش محترمه ابدا؟ والله احنا نعلو ونسمو من قيم الاحترام. عايزين المنافسه تبقى بشرف. ما نبصش بقى للعهد بتاع زمان، تقطيع اللافتات وتخش في جدال وصراع مع مؤيدين ده ومؤيدين، ابدا. احنا عايزين الامر انتخابات تليق بشان مصر. احنا النهارده لما بنقول تعالوا راقبوا الانتخابات بنبقى على ثقه تامه من الانتخابات ما فيهاش تزوير. يبقى لنا شيء بقى اخر، ثقافه الاحترام بين المرشحين ثم تنقل الى مؤيديهم، وده اللي احنا عايزينه، في حاله من الاحترام، نعلو من شان الاحترام. طب خلينا نخرج بره السياق، احنا عايزين برضه السيد عايزين نوصل برضه لحاجه، وده برضه اسئله الشارع. ليه المرشح في حاله فوزه بالبرلمان بيختفي من الدائره ويتطرق لامور خارجيه وما بيبقاش موجود في وسط الناس؟ انا برضه عايز، انا خليني برضه اخش معاك. انت طبعا لسه ما بقتش في البرلمان، ولكن احنا بنحطك في امر اللي هو عايزينك تجيب لنا على كل شيء. برضه لو طلعت نفسك بره سياق البرلمان لسه هنخش على الامور دي ودائرتك وقصص دي كلها، ولكن عايزين نتكلم بس في الامور دي، وادينا اجابات واقعيه من حيث افكار الناس الثانيه. طيب انا اعلم بدايه ان انا مع مذيع رياضي. تمام. ومع شاب، فانا سعيد لان الاسئله مش هتبقى تقليديه. تمام. وده اللي عاجبني. انا حضرتك يعني بسعد باي سؤال يقدم لي، حتى لما بجوب الدائره شمالا ويمينا ببقى عايز اسمع من الناس اسئله، فما الاقي الناس دي تبقى شباب وبتنقل لي اسئله شرف، انا سعيد جدا. البعد وترك الدائره وغلق الهواتف المحموله، بلاش نقول بقى التليفونات الارض، بقى في تليفونات محموله وتلاقي كل واحد ماشي بتليفونين اتنين وعليهم اربع خطوط ولا بتاع. النهارده ده بيحصل ليه؟ الحاجتين اتنين، نائب كثير الوعود فينجح ولن يعود، اول واحده. ثانيا نائب ياتي بالنقود فينجح ولن يعود. هما دول الحاجتين الاتنين المهمين جدا اللي لازما نبقى عارفين الجوهر اللي هنلف حوالينه من الردود بتاعتنا. انا النهارده اما انزل دائره واحترم ناخبيه وابقى عارف ان انا جيت باصواتهم وما ضحكتش عليهم، هكمل وابقى عايز اصل معاهم لتلبيه طموحاتهم وامالهم اللي هم اختاروني على اساسها. ثانيا من ياتي بالنقود، انا نجحت بفلوسي فينجح ولن يعود. ما انا خلاص اديت لكم كراتين، اديت لكم بتاع الكلام، الحاجات اللي احنا مش عايزين نبرز الجوانب السلبيه ولا السيئه اللي تعبر عن واقع يعني احنا مش عايزين نشوفه الفتره اللي جايه، وهنكون يعني حريصين ان هو ما يتكررش. الحاجه الثالثه ودي المهمه، ندور على الشباب ومرشحين الشباب والناس اللي عندها مقدره. انا مش معنى كده انا بقول ما فيش كبار. تمام. ابدا احنا بنعلي من شان تيار الاحترام،
من غير كبير ما فيش صغير، من غير اب ما فيش ابن. ولكن اما اختار بين الشباب حتى اللي بختارهم يكون عنده القدره والمقدره ان هو يلبي طموحات وامله، علشان اما بعد كده نحتاجه. انا عندي نواب كتيره جدا بتقابل معاها من اصدقائي وكانوا في القائمه في الانتخابات الماضيه، ويمكن اما كان بيجي لي مكتبي كنت اقول له، يعني اقول له اتمنى ان انا اراك الدوره القادمه نائب فردي، نائب فردي تاتي باصوات ناخبيك. فكان ده يعني يترد، يعني كان قال لي ان شاء الله اكون الدوره. ويمكن المره دي هو موجود ضمن المرشحين وبقوه ادائه هيكون موجود، هو ده اللي احنا عايزينه. طب هنفضل برضه في نفس السياق، معلش انا مش هخرج بره. لا تحت امرك. في برضه ناس مرشحين بتدخل البرلمان لغرض الشهره. برضه تعليقك على هذا الامر. انا مهم جدا بالنسبه لي ان احنا نوصل للناس اللي عندهم ملل، يعني الناس وصل لهم الملل ان هم عايزين يعرفوا ايه الاسباب، يعني طيب. ايه الفكره؟ انا اقول لحضرتك الاسباب ايه هي. المحليات بقى لها 5 سنين أو 10 سنين منقطعه. تمام. العمل في المحليات كانت في ناس كثيره جدا بتخش المحليات، فكان 53 ألف عضو على مستوى الجمهورية أعضاء مجالس محلية ما بين قرية وحي ومدينة ومركز ومحافظة، ده المستويات بتاعة المجالس المحلية. فكنت بتلاقي ناس كتيرة جدا بتتلاقي في المجالس دي وتخش وخلاص. النهاردة ما عادش في مجالس محلية وما عادش في الكلام ده، فكل واحد يقول لك أما أجرب في دي، كان أما تبقى تيجي المحليات تبقى أنا موجود واسمي موجود. ففكر معروف ويعني الساسة. هل في اغراض من الترشح حتى لو يعني انا اسف شكليا بس، وبعد كده هو كده داخل ومش عارف انه مش هيكسب؟ خليني اقول برضو من مبدا تيار الاحترام ان انا لا اسيء الظن في اي حد مرشح ضدي، ولكن احنا بنتكلم من قبل مش ضد يعني منافس بس انا بتكلم يعني من قبل برضو يعني. اقول طبعا اكيد اللي بيتقدم باقتطاع جزء من وقته او اقتطاع جزء من ماله او حتى صحته، لان الموضوع مجهد جدا جدا. يعني انت تخيل ان انت ممكن ما تكونش بتنام في اليوم الا 2 أو 3 ساعات. تمام. لو انت الموضوع واخده بجد بالمناسبه. انما اللي واخده كده تسليه وبتاع فعادي، يعني اموره منظمه عادي، الامور عادي بيس يعني. فانت النهارده مش عايز اتشكك في اللي داخل، ولكن اقول هواة الشهره معروفين، هواة التفتيت ساعات مرشح يزق واحد عشان يفتت موجودين، هواة ان يكون متواجد على الساحه بعيدا عن الشهره، لا يبقى موجود بس معروف ان انا موجود، انا المرشح الفلاني كنت مترشح سنوات مش عارف ايه، فدول كلهم موجودين. دورنا احنا ايه؟ ان انا اتعامل مع كل هذه الطوائف بحكمه وبهدوء، وبانك تشتغل على نفسك فقط، لا تهين حد فيهم ولا تغلط في حد ولا حتى انك تنتقد اداء او تصرف حد منهم. تمام. النوع اللي من شأنه تيار الاحترام. تمام. استاذ السيد، واحنا برضو بنسال الناس وسالنا طبعا، انت معاك منافسينك في قريتك. تمام. وسالنا الناس وكان ناس في دايرتي، بلاش قريتي، دايرتك مفيش مشكله. وكان في ردود افعال من بعض الناس. تمام. قالوا ان حضرتك قلت في كذا مؤتمر ان انا لو في الافضل واللي يقدر يبقى متواجد انا ادعمه. تمام. هل المقوله دي حقيقه ولا لا؟ انا قلت غير كده يعني السياق بس خارج من سياقه شويه. انا لم التقي باي حد من الناخبيه وقلت لهم انتخبوني. انا ما اقصدش، انا بقصد لحضرتك بقول لك، هل انت حضرتك قلت في مؤتمراتك ان لو في مرشح منافس ليا افضل مني انا هكون اول واحد داعم ليه؟ انا بقول لحضرتك اهو بقى، انا ما بقولش لحد انتخبوني، قلت له اسمع عني وما تسمعش ليه. تمام. اسمع لي ولا تسمع عني، وبقول للناس كلها تتسمع، والكويس انا اول واحد حجر ايده لو الناس اجمعت عليه. انا بعيدها تاني اهو، لو في واحد افضل والناس شافته افضل من خلال استماع ورؤيه واداء، ومش عايز اقول مناظرات، احنا مش قاعدين في البيت الابيض وامريكا وبنعمل مناظرات، احنا مش رؤساء دول ولا حاجه، عشان برضو ثقافه الاختلاف لسه مش عندنا، انك توضح قدراتك وامكانياتك هتثير الطرف الاخر. فبلاش نعمل ايه يعني خلاص سيدي مفيش مناظره، ولكن الناس تستمع فراده من خلال لقاءات ومؤتمرات، وتقول للناس اتفضلوا احنا عندنا منافسه محترمه، ولو الناس اختارت الافضل مني انا اول واحد مؤيد ليه. هذا هو السياق. فانا بأؤيد كل من هو الافضل طبعا، لان انا عايز انتخب الافضل. قبل ما اكون مرشح للبرلمان فانا مواطن اسعى لتحقيق طموحاتي وامالي. تمام. وطموحاتي وامال ابني واسرتي اللي انا مسؤول عنها، مش كده ولا ايه؟ تمام. تمام. طب حضرتك اكيد حاطط برنامج لحضرتك انتخابي. تمام. وطبعا كنت عايز اوصل لحضرتك برضو في نقاط محدده. تمام. برنامج حضرتك الانتخابي ايه؟ طيب خليني اتحدث مع حضرتك ان قد لا تستمع الى هذه الكلمات غير من المرشح السيد ابراهيم السرساوي في دائره بندر ومركز شمين الكوم، رمز الحصان رقم 11. رقم 11 معلش، كانت موجوده عندي طبعا.
تمام. حضرتك انا اتقدم الى الترشح، لست حكومه ليكون ليا برنامج، انا ما عنديش وزير ماليه هقول حرص في طريق وهبني مستشفى وهعمل هغطي ترعه وابني مدرسه، ما هعيش وزير ماليه، انا مش عضو في الحكومه، ولكني نائبا لي رؤيه في ترشحي. اتحدث عن رؤيه محدده بثلاث او اربع نقاط، اهمها النهارده اتعمل في الدوله تعداد رقمي علشان يقول الدوله رايحه فين، ابرز ان هناك شباب 65% من 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 سكان مصر شباب. طيب ال 65% من الشباب دول عايزين ايه؟ عايزين وظائف. في رؤيتي اسعى جاهدا ان اتابع عن كسب اداء الحكومه في عمل المشروعات التي تستوعب كل عدد كبير من الشباب داخل هذه المشروعات. تمام. يبقى انا النهارده ده دوري الفعلي، مش دوري ان انا اقول لك هجيب لك تاشيره وزير عينه. السيد الرئيس قال 7 مليون على القطاع الحكومي والوظيفه كان كبير جدا. فالنهارده عايزين فرص عمل حقيقيه تؤدي الى انتاج ينهض بالدوله، بمين؟ بشبابنا. يبقى انا النهارده ضمن الرؤيه بتاعتي ان انا اتابع هذا الامر. من الرؤى الثانيه اساعد المواطنين وناخبيه في حزمه من القوانين الخدميه اللي هتفتهم بجد. لو انا عايز النهارده اقول حرص في طريق، اقول ان انا بدعم بيان الحكومه في رصف الطرق او رفع ميزانيه محافظتي نحو اعاده توزيع عادل وانفاق عادل بيعود على المحافظات. احنا محافظتنا كانت 188 مليون جنيه ميزانيتها، محافظه المنوفيه. تمام. يعني مش عايز اقول ان المجال ممكن يكون متسع، انا مش بنثني على اشخاص لمصلحه، ولكن جاء الى المنوفيه مؤخرا محافظ بحجم هذه المحافظه، راجل سعى جاهدا الى ان تم زياده ميزانيه المحافظه. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انا عايز نائب يسعى الى عمل توزيع وانفاق عادل على المحافظات في ميزانيه الدوله وفي بيان الحكومه اللي بتعرض. يبقى رؤيتي شامله، رؤيه تدعم المشاريع التنمويه، رؤيه تدعم الرؤيه المستقبليه في سياسه الدوله العامه، واستخدم اساليبي وادوات النيابيه والرقابيه. طب ده معنى ان انا ما نخدمش الناس ونأدي الخدمات اللي الناس عايزاها؟ لا طبعا، لازم نأدي كافه الخدمات اللي انا عايزها للناس والناخبين وثقت فيك عشان، بس من خلال ايه؟ اداء برلماني مشرف ومحترم يليق باصوات الناخبين والتمثيل المشرف اللي يلبي طموحات وامال الناخبين. الحاجه المهمه برضو النهارده ميزانيه الدوله ومراقبه ميزانيه الدوله لازم برضو يتحط نصب العين في النائب اللي وثقت فيه دائرته ان هو هيمضي على ميزانيه الدوله، هيقول اه دي اه ودي لا، اللي هيلبي طموحات الناس. من خلال الاداء المشرف هتكون في خدمات، هتكون في مستشفيات، هتكون في توظيف، هيكون في رصف طرق، هيكون في تغطيه ترع، هيكون في اهتمام بمشاريع كتيره جدا، هيكون في حزمه من القوانين اللي تخدم المواطن. انا النهارده حضرتك عندي ومشاكل، انا فارد لحضرتك بعض المشاكل في الدائره. كنت طبعا هنحطه في المقترحات الاسئله. طب نخليها ما يجي ضربه. ما فيش مشكله. مش تمام. القوانين لابد ان تسن حزمه من القوانين اللي تفيد المواطنين، وحضرتك بتسالني على الحاجات الخاصه بالدائره هقول لحضرتك. طب حضرتك طبعا بما اننا برنامج رياضي مش هيطلع بره السياق ده، بنخش برضه على اسئله الناس. في حاله فوزك بالبرلمان، ايه اللي ممكن تقدمه للبراعم والناشئين والشباب؟ وعايز اقول لحضرتك ان في بعض المراكز او في الكره ما بيتوفرش ملاعب، انت عارف ان الشاب ممكن يكون عنده طاقه سلبيه ممكن يطلعها في لعب كره قدم، ما بيتوفرلوش ملاعب والكلام ده كله. هل في رؤيه حضرتك الامر ده وحاطط له حسابات بالنسبه للشباب؟ طيب انا خليني اقول لحضرتك، يعني انت انا يمكن في كثير من القرى العزيزه على قلوبنا طبعا اللي مريت عليها وانا بعمل دعايه الانتخابيه ضمن قرى الدائره، يعني كان عندنا المصلحه وعندنا العسلته، دول في القرى بتاعه الدائره طلبوا صراحه لا تلميحا يعني عايزين ملعب كره للبلد وللشباب. معقوله يا جماعه احنا في 2020 وعايزين نطلع طاقه الشباب في الرياضه حتى لا يكونوا اداه لكل الفكر الهدام اللي يهدم مصر؟ احنا مش عارفين في 2020 نوفر اراضي للناس دي؟ اه طبعا، ليست وعود ولكنها امال وطموحات هتحقق
بالاداء المشرف المحترم والتمثيل اللائق اذا احسننا الاختيار. وبرضه بقول مش انا الاختيار، انا بعرض رؤيتي وبالبرنامج بتاعي ومطالبهم كتير. اتحدث في كل لقاءاتي انني لست كثيرا للوعود، مش هقول البعرض هنا ابدا، ولكن بطرح فكري ورؤيتي والسياسه العامه للدوله ماشيه ازاي والدنيا ماشيه ازاي، وبعدين الناس تشوف هل الراجل اللي عارف السياسه العامه دي عنده مقدره ان هو يقدر يجيب لنا حقوقنا، بس هم اللي يحكم. فطبعا رؤيتي في ملاعب الشباب ومراكز الشباب دي حاجه مهمه جدا. من ضمن رؤيتك في جدا جدا، لان ده يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يمكن القوات المسلحه مؤخرا بتخش على بعض الاماكن اللي ما بيبقاش فيها مقدره للتطوير والحاجات دي، ويعني بتنشئ بتساعد في الانشاء بتاعه الملاعب يعني عشان خاطر كنوع من الدعم يعني يعمل. حضرتك ممكن تتدخل في مراكز الشباب لتطويرها؟ طبعا طبعا، ده وزير الشباب راجل رياضي، ده شاب جداً يعني جداً. دكتور اشرف صبحي من الشخصيات طبعا، طبعا من الشخصيات المحترمه جدا. انا بتكلم على دايره حضرتك، يعني انا بتكلم على دايره حضرتك بالاخص. والله دائرتي النائب يكون نائبا عن دائرته ثم عن محافظته ثم عن مصر. انا عن دائرتي اسعى جاهدا ان يكون ارقى بلد وارقى دائره. ليه حضرتك؟ لان النهارده الشباب هم في نصب واعين القياده، فالنهارده لازم نبقى حاطين برضو احنا كنواب او مسؤولين عنهم الاتجاه اللي الدوله راح فيه. طب ما نروح فيه، هم مهتمين بالشباب، اكاديميات تاهيل وتدريب. انا عندي 48 ولد هذا العام حاصلين على درجات في الثانويه العامه تجاوزت 98%، ما شاء الله ربنا يبارك فيهم. هل الشباب ده وتم تكريمهم بمعرفه احد رجال الاعمال في البلد، الناس اللي بتحب الخير يعني، هل ده معناه ان انا انتهى المطاف بيا عند تفوقي في الثانويه العامه؟ الشباب دول محتاجين حد يتبنى علمهم علشان يبقى عندنا زويل تاني وعندنا الباس تاني وعندنا كل العلماء الكبار دول. النهارده حضرتك القصه مش رياضه بس، انا رؤيتي في الشباب كبيره جدا. يطلع طاقته في الرياضه دي مهمه جدا، وطاقته العلميه والثقافيه برضو مهمه جدا. انا عندي في الماي، قريه الماي احد اكبر القرى في دائره بندر ومركز شبين الكوم، فيها قصر ثقافه مغلق، مسرح كان فيه بتقام فيه الامسيات الثقافيه والمسرحيات. تخيل حضرتك قريه كان فيها مسرح ومغلق، السيده وزيره الثقافه ترضى بهذا الامر؟ السيد الرئيس يرضى بهذا الامر؟ محافظ المنوفيه يرضى بهذا الامر؟ عندك مكان خاص بالثقافه وموجود وملك وزاره الثقافه، واحنا بنسعى جاهدين دلوقتي مع الوزاره ان نحاول نجيب موافقه لاعاده البناء والتاهيل. ده مش رياضه بس، تمام، ده احنا عندنا رياضه وثقافه وتعليم واكاديميات التدريب منتشر على كافه ارجاء مصر وربوع مصر. يبقى احنا لازما نوجه وندفع شبابنا ونتبناهم ان هم يهتموا بهذا التاهيل يعني. طب حضرتك ما هي المشكله اللي ممكن يعني عارف ايه، ما هي المشكله الاكبر في دائره حضرتك من خلال مؤتمراتك؟ اكيد انت برضو متابع. اقول لحضرتك المشكله الاكبر ودي ضمن الرؤى الشخصيه بتاعتنا، تمام، في ترشحي وبطرح. يا جماعه لو 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 اتفضل، لو التقرير جهز تنزلونا صح؟ التقرير، لا انا عايز اقول حاجه لحاجه، التواصل. التواصل اكبر حاجه واجهتني داخل الدائره بالكامل. الناس مش لاقيه مسؤول تكلمه، تمام، من اللي بينتخبوهم، تمام، زي ما حضرتك بتقول كلهم بينجحوا وبيمشوا، الناس عايزه تواصل. هو ده في التقرير اللي هيوضح لحضرتك دلوقتي، هتلاقيكم. انا ما اعرفش التقرير في ايه والله، بس انا بقول لحضرتك ان فعلا الناس عايزه تواصل. دي اكبر مشكله. الخدمات هتيجي من خلال ايه؟ انا دايما اقول في كل لقاءاتي ومؤتمراتي، مرت على مصر السنوات العجاف، وان شاء الله اللي جاي سنوات سمان. طب ايه السنوات العجاف دي؟ القران متجدد، وكلام ربنا سبحانه وتعالى الى ان يرث الله الارض ومن عليها. في سوره سيدنا يوسف زمان قال هنزرع قمح عشان يجي سنين عجاف وتاخد اللي بنزرعه. ده اللي حاصل دلوقتي. احنا خدنا مع قياده الدوله بتقدر هذا الوطن وعايزه تعمل له، وخدت حزمه من الاجراءات ما كان لها ان تكون لولا ان هناك جراه وحكمه ان ده دواء مر لازم ندوقه. سنين عجاف لازم نشوفها. هنرفع الدعم، هنغلي البنزين، الاسعار هيعاد النظر ليها، حاجات كتيره قوي. انا عندي ناس اصدقائي رجال اعمال بيقول لك احنا بقينا ندفع ضرايب، انا مبسوط ان انا بدفع. قلت له مبسوط؟ قال لي دي فلوس مستحقه، ده كل شيء بيدفعها. طب ناخد التقرير. طيب يا جماعه، طيب استاذ سيد، ناخد التقرير وبعد كده نرجع نعلق عليه.
كنا بنسأل حضرتك ايه سمات المرشح المناسب اللي ينفع تديله صوته؟ سمات المرشح هنا في المنوفيه بس ولا سمات المرشح عموما؟ سمات عضو مجلس الشعب لازم يتوفر فيه شرطين اثنين، يكون راجل صاحب رؤيه وراجل امين مؤتمن. اي عضو مجلس الشعب يكون صاحب رؤيه، عنده رؤيه محترمه للوضع العام، ويكون راجل مؤتمن على المكان اللي هو داخل فيه. مش مطلوب منه اكتر من كده. لا مطلوب منه غنى ولا مطلوب منه انه يكون راجل خدوم، مش مطلوب من عضو مجلس الشعب الخدمه، مطلوب منه الرؤيه بس. طيب ايه السؤال اللي انت حابب مثلا تقوله له؟ اساله اقول له انت ترشحت ليه؟ ترشحت ليه لمجلس الشعب؟ شكرا. كنا بس بسال حضرتك ايه سمات المرشح اللي انت شايفه من وجهه نظرك مناسب ان انت تديله صوته؟ سمات المرشح اللي انا شايفه اديله صوتي يكون فيه الصدق والامانه، يكون فيه راجل قانون، راجل بيفهم في الدستور، راجل عنده القدره والخدميه انه يخدم البلد ويحافظ على بلدنا، يحافظ على كل قانون في الدستور انه بيحمي الوطن. انا مش عايز واحد يجي يلعب بالوطن زي اللي قبل كده، عايزين واحد يحافظ على القوات المسلحه. الدستور اللي بيتكلم بيه واللي هيمضي عليه واللي هيوقع عليه يكون بيحافظ على جيش بلدي. جيش بلدي ده اهم حاجه عندي، والمرشحين اللي عندنا دلوقتي اللي احنا بنختار بينهم لازم نشوف فيه السمات دي والقدره على اتخاذ قرار. تمام. طب انت شايف من وجهه نظرك مثلا في سؤال مناسب ان انت ممكن تساله للمرشح؟ سؤال مناسب ان انا اساله المرشح. انا عايز واحد يكون يعمل خدمات عمل للبلد. السؤال اللي انا عايزه ايه اللي انت هتعمله لدايرتنا في حال فوزك في الانتخابات؟ احنا عندنا هنا في دايرتنا، احنا قريه شنوان محافظه المنوفيه، مركز شبين الكوم محافظه المنوفيه، عندنا هنا المستشفى ميته خالص، واخدوا الاجهزه منها واخدوا المعدات منها وبلا دكاتره. عايزين نشوف المرشح اللي هيجي واللي هنديله اصواتنا واللي ربنا هيكرمه ان شاء الله ويفوز بمقعد دايره مركز شبين الكوم، هيعمل لنا ايه في المستشفى؟ هيعمل لنا ايه في التكدس اللي في التربيه والتعليم في المدارس؟ طلبه 70 طالب قاعدين في الفصل. هيعمل لنا ايه؟ عايزين معهد ديني في البلد. الحاجات دي كلها عايزين خدمات عامه للبلد مش خدمات خاصه، مع الخدمات العامه انه يحافظ لي على وطني، انه يكون وطن امن ومستقر. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله. احنا بنسال حضرتك سؤال، ايه سمات المرشح المناسب اللي ينفع تديله صوتك؟ بس عايزين بس يعني ايه كلمه من حضرتك وتكون صوتك عالي بس عشان طبعا يكون صادق كلامه، يكون مخلص، يكون حابب ان هو يعمل حاجه فعلا للبلد، ما يبقاش زي اللي قبله ان هو ياخد اصوات ويمشي مش عارف ايش تاني. يعني طبعا الاخلاق، معاملته مع الناس، جواز التقبل. بس شكرا لحضرتك. في سؤال حابب تساله للمرشح؟ احنا كنا عايزين نعرف المرشح هيعمل ايه للبلد؟ تمام. احنا دلوقتي محتاجين مثلا حاجات زي الصحه، الصرف الصحي، النظافه، طبعا السكاتره بتاعت البلد، تعليم، اللي هي خدمات المواطن. شكرا لحضرتك. شكرا. احنا بس بنسال حضرتك ايه سمات المرشح اللي انت شايفه مناسب اللي انت تديله صوتك؟ ايوه ماشي. اتفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا احنا جربنا انتخابات كتير، انا راجل عندي 75 سنه، جربنا مرشحين كتير جت البلد اغراب، بنخدمهم في الانتخابات وما بنشوفش حد يقول خالص يخدم شنوان. اللي بيخش بيخدم بلده بس، ما بيخدمش البلد بقى. طب انت تابع الدير بتاع شنوان، تعال بص في شنوان، شوف شنوان محتاج ايه، حد يروح لك مثلا تتهرب منه؟ ما بينفعش الكلام ده. فاحنا نفسنا في ابن شنوان ينجح، او شنوان فيها 36 الف صوت، تطلع واحد من شنوان يخدم ويعرف يشغل المستشفى، يعرف يعمل اي حاجه، يعرف حاجه يعمل مصالح للشباب، ما يعرف يشوف مصالح الاراضي الزراعيه، المخالفات، الحاجات المهمه في البلد تتعمل، مش اكتر من كده. شكرا يا حاج. شكرا لحضرتك. وما حددش واحد من الشنوان، ما بيحددش. تمام. ربنا يبارك لكل واحد ينجح يلا في شنوان. وشكرا يا حاج. شكرا لحضرتك. شكرا يا حاج.
ورجعنا لكم تاني طبعا. استاذ سيد تعليقك على هذا الكلام، طبعا انت كنت بتأيد كل، طبعا انا الحمد لله انا يعني الكلام كله ماشي في السياق اللي انا يمكن قلته لحضرتك عليه. طبعا خلينا اقول واحد واحد كده. تمام. اول واحد من الساده المتحدثين اتكلم بيقول انا عايز واحد رؤيه ومؤتمن. انا قلت لحضرتك انا ليا رؤيه وليس ليا برنامج، فاعتقد ان انا رديت على حضرته في الكلام ده. ومؤتمن يعني انا قلت حاجه، ان اكون امينا ومخلصا على اصوات ناخبيه وتلبيه امالهم وطموحاتهم، ليس كلاما ولا حديثا. ده يعني الامانه دي يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في وسط الكفار وكانوا يصفونه بالصادق الامين. الصدق والامانه ده ليس صفه انا هقولها ولا قول انا هقوله، ولكنه صفه اهل بلدي تعرفه. الحاجه الثانيه سال سؤال جميل قوي، بيقول انت ترشحت ليه؟ اعتقد حضرتك سالت تمام. نفس السؤال وانا اجبت عليه. واتمنى برضو ان انا يعني يكون في استماع للحلقه ويكون الرد اقنع حضرتك بترشحنا ليه، سواء من تهيئ البيئه اللي موجوده او التاهيل اللي انا موجود فيه او قناعه المكان اللي انا موجود فيه. الاخ الثاني اللي تحدث برضو اتكلم برضو عن الصدق والامانه. تمام. خلينا ندور في محور واحد، الناس عايزه واحد امين عليها صادق في كلامه معاهم، وده اللي انا قلته. تمام. اسمع لي ولا تسمع عني، كتير جدا بيحاول يشوه صوره الاخرين. ما انا قلت حاجه، احنا بنعلي من شان تغير الاحترام. تمام. علشان الحاجات دي اسمع لي وما تسمعش عني، شوف الراجل ده صادق فعلا اللي بيقوله ده هيتحقق ولا كلام ووعود وياتي ولن يعود. بيقول الراجل قانون، يعني اعتقد ان انا مؤهل انا لسانس حقوق. الدستور شاركنا في تعديلات الدستور كاملة، وبقول ولي تعقيب وتعليق على هذا الأمر أن الدستور به من المواد الكثيرة اللي محتاجة نائب ينقب ويقلب صفحات الدستور، الميثاق الذي نمشي عليه جميعا داخل الدولة قيادة وحكومة وشعبا. في مواد مهمة جدا لازم نعلي من شأنها زي التعليم الفني والمهني والتقني، ده ورد في نصوص الدستور وافرض ليه نسبه من اجمالي الدخل القومي. طيب احنا النهارده ليه ما بتصغش القوانين من خلال النواب وتقول مصر كلها الشباب مش هيبقى دكاتره ومهندسين؟ التعليم المهني والفن والفني والتقني اللي هو ايه حضرتك؟ اللي هي العماله المهره والعماله التدريبيه. بمعنى كان في زمان عندنا مشروع اسمه مبارك كول بتاع العمالة المهرة، اللي هو بياخد الطالب بعد ما بيخلص الإعدادي ويدخله الدبلوم، ده بيبقى مدته 5 سنين، وبتتعمل المدارس دي جنب المناطق الصناعية. وإحنا الحمد لله بفضل الله عندنا في المنوفية منطقتين، عندنا منطقة مبارك الصناعية وعندنا مدينة السيدات، ده ظاهر صحراوي كبير جدا نقدر نعمل فيه المدارس دي باتساع، لأن هي موجودة بالفعل، لكن نقدر نتوسع فيها. يبقى اذا النهارده كل اللي احنا عايزينه بس ننقب في صفحات الدستور ونقلب في صفحاته علشان نطلع القوانين اللي تلبي طموحات وامال الناخبين والمواطنين كله ومصر كلها. النائب ده مش نائب عن قريه، يبقى نائب عن دوله بحالها، فلا بد ان احنا نصيغ من اتفضل يا استاذ. تمام. نصيغ الامور اللي هي تيسر من مشاكل وهموم المواطنين. القدرة على الخدمة ده طبعا مهمة جدا. لو انت ما عندكش القدرة على الخدمة والعمل العام، انا قلت حاجة في الاول. تمام. ان في سوابق للعمل العام والسياسي مارسته، فده مهم جدا انت تبقى عندك استعداد للخدمة. والخدمة دي على فكرة شكلها بيختلف من واحد لواحد، ممكن واحد يعمل خدمة ويتنيه يقول لك انا عملت لك وسويت لك. القصة اللي بيعمل ده حق وفرض وواجب عليه، لان لو انت كنت قبل ما تكون حتى نائب او ايا من كنت، احنا ربنا سبحانه وتعالى بيخلينا نستخدم بعض البعض. لو انا في ايدي حاجه واقدر اديها لحد، ده بطبيعه عملي او طبيعه شغلي، طب ما انا اديها، مش محتاج ان انا اقول لك انا عملت لك او كده يعني. او حتى ان احنا تكون سبيل ان احنا اقول انا هدخل الانتخابات عشان انا اديت خدمه لفلان. يحافظ على البلد، كله بيقول لك عايز يلحق يحافظ على البلد وجيش البلد وسياسه البلد. النهارده لابد ان يكون النائب يعي وعي تام عن كيف تدار الدولة وكم المؤامرات اللي تعرضت لها الدولة وما زالت تتعرض لها. علشان حاجة مهمة جدا، النهاردة حضرتك من 2011 إلى 2020 مصر مرت بمخاطر وما زالت ولم تهدد حدودها الأربعة
على مدار تاريخها الا في هذه الفتره. حدود الشرقيه كانت معروفه هي طول عمرها بتاعتنا من العدو بتاعنا المعهود يعني. انما النهارده بقى فيها ارهاب، بقى جنسيات كتيره تنزل داخل سيناء. احنا في حرب يا جماعه، الناس عايشه في الدوله بتبني وهي دي تحمل السلاح. طب بتيجي تتكلم يقول لك اصل مش عارفه مع الدوله وضد يا سيدي احنا مش هنشكك بعض، لان هم اصلا بيعملوا حاجه اسمها حروب الجيل الرابع بتقول ان احنا لازم نشكك في الدوله وفي كل حاجه في الدوله، حتى لو حاجه بتتعمل يقول لك الطريق ده احنا هناكل منه واحنا هنعمل ايه مش عارفه من ايه. بس ما فيش حد عاقل يقدر يشكك في 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 قدر. ما هو الراجل بيقول ايه بقى؟ بيقول انا عايز حد يحافظ على البلد. ايوه الاصوات الحنجوريه. هو ممكن يكون مقصود كلامه ان هو القريه، لا هو بيتكلم على البلد، لان قال السيد الرئيس عبد التاسيس مش محتاج حد. لا انا مش بتكلم على السيد الرئيس، انا بتكلم على الشخص اللي بيتكلم في التقرير. هو بيتكلم حضرتك بيقول لك انا مش عايز حد يلعب في الوطن وجيش بلدي. انا بقول لحضرتك ان العابسين كتير النهارده. حضرتك عندنا الحدود في ليبيا برضو بقى يجي لنا منها يعني تهديد، والمنطقه الجنوبيه بتاع الحدود الجنوبيه بتاعتنا برضو لها تهديد. تمام. وعندنا المنطقه الشماليه اما اخترق الرئيس الحدود وترسيم الحدود وادى الى ظهور حقل ظهر والى مزيد من الحقول الفتره الماضيه القادمه يعني، ده مش هتتساب عمرك، هتلاقي دايما في صراعات، فيقوم يقوي الجيش ويجيب فرقاطه ويجيب مسترار ويجيب 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 عشان يحمي حدودنا. تمام. فلابد هو عايز يقول ان نجيب حد لا يعبث بالوطن، واطمن احنا مش هنعبث بالوطن، هيبقى كلنا في ظهر دولتنا. طبعا طبعا. ايه اللي هتعمله بدائرتك؟ مشاكلها كلها قدام مني بتتقلي، ولم اوعد احد بشيء، ولكن قلت وهعيد ان الاداء البرلماني المشرف والمحترم يلبي كل طموحات وامال المواطنين. في حد برضو الاخ الثالث اللي اتكلم بيتكلم بيقول صادق بكلامه، حابب يعمل لبلده، نفس الكلام اللي قلناه، معاملته مع الناس بلا تكبر. تخيل واحد يقول لك ده فلان بيعدي عليا ما يقولش السلام عليكم. هل تعلم بظروف كل واحد؟ لا طبعا. احنا النهارده يا جماعه بننتخب نائب هيكون ممثل عننا، تقول ده بيقول سلام عليكم ما بيقولش ايه 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 عله التكبر حضرتك تحديدا يعني؟ ايه التكبر؟ كلمه حد بيقولها واحد عايز يروج لاشاعه، طريقه واسلوب لا يليق بمنافسه محترمه. خلينا ننافس بشرف. انت تختار نائب ممكن يبقى بالاسبوع قاعد في الجلسات ممثل عن حضرتك، وانت اللي عملته. اللي بيتكبر انت اللي بتكبره، لان انت اللي بتعلي من شانه. انا النهارده لما ابقى كبير اهل بلدي كلهم هم اللي هيكبروني، لو قدر لي ربنا واهل دائرتي كلهم انتخبوني هكون ممثل عنهم، وهقعد مع الوزراء والمسؤولين وكبار رجال الدوله من خلال ايه؟ هم اللي كبروني، مش تكبر بقى، ما ينفعش يبقى في تكبر لحد كبرني. وبعدين خد بالك هذه ليست وظيفه، دي انتخابات كل 5 سنين بتتغير. تمام. وبنقول الشباب يعني انت لو دخلت شاب اكيد هيبقى ادائك عايز يبقى في دوره واتنين عشان تبقى موجود. طب هتتكبر على المعلم منك اهلك؟ لا طبعا. يعني ارجوكم بس هي الناس بقى وصل عندها اللامبالاه بس من اللي كان بيحصل. قاعد يقول لك بيركب يعني. فلان بيركب العربيه والناس سلام عليكم، يعني يا جماعه يعني بس انا يعني مش عارف اقول ايه بس. ولكن برضو الامور ديت لازم تتراعى، وكل ما انا ارحب بالنقد. سيدنا الامام علي بيقول احب من يهدي الي عيوبي، واذا كانت هذا الامر يعني الناس بتجري كده ناخد بالنا، وكل اللي بيبقى زعلان لابد ان احنا نصل الى محبه الجميع، دي بتاع ربنا مش بتاع حد. القبول بتاع ربنا، ممكن واحد يبقى ماشي طول الليل وطول النهار عمال يحضن مع الناس ويسلم لكن ملوش قبول ربنا مش بيديهوله، فالقبول بتاع الله. عجبني قوي الحاج اللي اتكلم في الاخر، ربنا يبارك في عمرهم كلهم. وعايز اقول هي الناس ديت اللي يعني ربنا حافظ مصر عشان الناس الكبيره دي والله. الحمد لله. ناس بركه كده بيدعوا باخلاص، يقول لك اللي يجي يجي، بس احنا بندعي يا رب اللي يجي يعمل لبلدنا. الناس محرومه عندها حاله من فقدان الثقه في كل اللي موجود، فاملهم ان يشوفهم يعني طموحاتهم دي بتلبى على ايد مين؟ حد من بلده، ابنه. هو الاب بيخلف الابن وما بيكبر بيتكئ على مين؟ عليه. مظبوط ولا ايه؟ مظبوط. فالنهارده انا النهارده عايز ابني حد مني. عصبيات القرى بتختلف عن المدينه. المدينه النواب اللي بتخش فيها ممكن ما تبقاش تعرف بعضها، اللي بينتخب، انما في القرى احنا عارفين بعض، فالناس كلها ممكن يروح لحد بره الدايره بره البلد بتاعته نائب تاني في بلد تانيه ما قابلوش كويس، يعني حزنه يزداد حزنين اتنين، مش انه ما ادالوش الخدمه، انه ما قابلوش كويس، فدي مشكله. تمام. الناس محروق. انا قلت حاجة ايه؟ التواصل مفقود. فان شاء الله نوعده باذن الله ان يكون السنه دي لنا نصيب في البرلمان بفضل دعواتكم وفضل ان شاء الله ثقتكم واصواتكم ان شاء الله.
المخالفات وقانون الاراضي الزراعيه والمشاكل دي كلها ومصانع للشباب. احنا اتكلمنا قلنا ان في احنا عايزين نعمل للشباب الاراضي الزراعيه والمخالفات. مؤخرا حضرتك كان في قانون التصالح اللي حصل، كان القانون 17 لسنه 2019 وتعدل بواحد لسنه 2020، كان بيتكلم على الناس اللي بنت بالمخالفه من 2008 ل 2018. تخيل يعني اللي خد القرار اصلا مش هو المخالفات اللي ارتكبت في عهده، بس هو كان لازم يتخذ القرار. طيب الناس النهارده النواب النائبين عن الشعب اللي انتخبهم الشعب، ما قالوش روح هات لي يعني تاشيره من وزير او لا، ده انتخبك عشان تشرع وتراقب له وتجيب له قانون كويس. تمام. انت النهارده عملت اسعار للمصالحات، كتب كده على وسائل التواصل الاجتماعي ان الفيسبوك اصبح برلمان الشعب المصري. نزلها، نزلوا الصوره يا جماعه لو موجوده عندكم. يعني انا الكلمه دي بصراحه اثرتني جدا. دي طبعا استاذ سيد من المؤتمرات بتاعت حضرتك صح؟ مظبوط. طبعا. اه ان شاء الله باذن الله كلنا القبول باذن الله ان شاء الله. يعني الدعاء دي الدعاء انتخاب المؤيدين لحضرتك طبعا. طبعا حشدي موجود. يعني بنحاول والله بقدر الامكان يعني نتواصل مع الجميع والناس كلها تسمعنا ونسمع لها علشان خاطر يعني نحاول ننقل اصواتهم جميعا ونكون عند حضرتك. حضرتك نزلت عملت جولات في دائره حضرتك، وايه المطالب بتاعت طبعا نزلنا عملنا جولات، ولكن بس انا بانهي لحضرتك المقوله بتاع ان الفيسبوك اصبح برلمان الشعب المصري. ده ناتج من ان غاب النواب عن التحدث عن ناخبيهم وطموحات وامال ناخبيهم، حتى عمل قوانين ليهم تفيدهم. النهارده طلع قرار من رئيس الوزراء بعد ان تعالت الاصوات بغلو اسعار المصالحات في القرى، مش حول المدينه، في القرى تحديدا يعني. فتم التخفيض ل 50 جنيه ونزلت تاني كمان لمبلغ اخر. ده معناه ايه؟ حد يوصل الصوت، بس اللي فوق عايز الصوت يوصل. جولات انا عملت جولات كثيره جدا تقريبا، يعني اذا ما كنتش ببالغ انا لفيت في اكثر من نص الدايره في بلاد كثيره. احنا عندنا 8 وحدات محليه الى جانب مدينه شبين الكوم ومدخن حيين اتنين مدخن وكفر المصلحه. رحنا المصلحه ورحنا كفر شنوان وشبرباص والماي والعسلته وزوير ومنشيه عصام ومدخلف وكفر الشيخ خليل. عملت جولات في كل طبعا امال ايه؟ ومنشيه بخاتي يعني وكفر البتنون وكفر طنبيضي. طبعا بلاد عزيزه على قلوبنا كلها وليهم مطالب وطموحات وامال، يعني حقهم حقهم. النهارده لما يجي واحد النهارده حضرتك في قريه المصلحه يقول لي عايزين النواب تعمل لنا مشروع قومي لمحافظة المنوفية لتشغيل الشباب في السادات، ده أفكار غير تقليدية عايزة الناس تسمع لها، بس يعني عايزة نائب يقعد مع الناس يسمع لهم. وأنا قلت لهم أنا بعد النجاح إذا قدر لي إن شاء الله لابد أن يكون هناك تواصل مباشر. الماي، قرية الماي تمام. يعني يمكن عندهم مركز شباب ومركز شباب كبير وتم تطويره بحق انتفاع من القوات المسلحه وانتهت فتره الانتفاع بتاعته، وكانوا بيتكلموا عليه ونفسهم ان هو يعود الى مركز الشباب، وان شاء الله الفتره اللي جايه نكون معاهم في المطلب العادل بتاعهم ان شاء الله. الوحدات الصحيه مشكله كبيره جدا اللي هي خاصه بان المستشفيات كلها ما عادش فيها خدمات، لان في قانون اسمه كان المستشفى التكاملي في الوحدات الصحيه في القرى، اصبحت مستشفى طب الاسره فما عادش فيها خدمات، والمستشفيات مبنيه كويس جدا وتم للاسف رفعها من منظومه المستشفى التكاملي للطب الاسري، ما عادش فيها اي حاجه، حتى الاجهزه اللي كانت في المستشفيات اتشالت، محتاجه نواب تتحرك. تمام. مع منظومه التامين الصحي الشامل والامور الثانيه. كلنا حاسين بالدور اللي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعمله. يعني من ناحيه البناء والطرق والكباري والامن والامان اللي بقى موجود في مصر. تمام. هل ده يعني سياده الرئيس وتطوراته ونجاحاته اللي موجوده هل بتصعب على المرشحين ان بقى في كادر كبير جدا جدا بيسوق البلد للنجاح والتطور والبناء؟ هل انت من وجهه نظر شايف ان المرشح النهارده ما بيجي يرشح نفسه بقى يفكر 100 مره قبل ما يفكر ان هو يخش البرلمان، لان الامر بيصعب عليه، لان الدوله ما شاء الله بدات تقوم وتتبني يعني. طيب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، وجود رئيس بحجم مصر مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي ده مش يقلق، ده يخليك بسرعه تهرول ناحيه العمل مع هذا الرجل، لانه عايز صوت بس يوصله، الصوت يوصله. بقول لحضرتك برلمان الشعب المصري الفيسبوك ده ينفع يا جماعه؟ ده ينفع برلمان الشعب المصري الفيسبوك؟ الناس بتقول المطلب بيتحقق، طب ما احنا
انت بتقول الراجل لا بالعكس ده انا الراجل ما يخوفش ده الراجل عايز اللي يجري معاه بالظبط واطلقها صراحه في مؤتمر الشباب في الجامعه اللي هو كان من سنه تقريبا قال انت داخلين على انتخابات ارجوكم اختاروا النجباء النبهاء اللي يجيبوا حقكم وحق اولادكم وقال كده صراحه بلاش العاطفه بلاش المحسوبيه اختارهم عن يقين طب ده عايز مين عايز ناس تشتغل معاه بالظبط يعني مش عايز ناس يعني تبقى مش على قدر فانا شايف ان ديت مسؤوليه كبيره للناخبين وليس للمرشحين احسن الاختيار ارجوكم احسنوا الاختيار مش حاول حق السيد لا احسن الاختيار في عجاله جامده جدا في حاله فوزك بالبرلمان ما الذي تقدمه لشهداء الجيش والشرطه والله انا شايف ان شهداء الجيش والشرطه الدوله بتؤدي دور رائع ودور يعني خلى كل اب يقول لك انا هقدم ابنه واثنين وثلاثه لان بقينا نشوف كتير جدا من المدارس انا مش هزايد على اداء الدوله والقوات المسلحه في تكريم شهدائها سواء شرطه او جيش يعني حقيقه الاداء الدوله في النقطه ديت وبيتصرف لهم تكريمات والرئيس بيعمل لقاءات مع اسر الشهداء واطفالهم الامور ديت يعني خلينا اقول لن ازايد فيها لان الدوله قايمه بواجبها وزياده تمام انا كنت قصدي ان انت لو يعني تكون بدور لا انا ادعم هذا الدعم المعنوي قبل المادي اللي بيعمله السيد الرئيس سواء في اعياد الفطر او بيسيب ولاده واسرته بيقعد مع الولاد الصغيرين دول جبر الخطر ده حاجه كبيره قوي عند ربنا السيد السرساوي بشكرك شكرا جزيلا نورتني وشرفتني واتمنى كل التوفيق ربنا يخليك يا فندم بشكر لحضرتك طبعا زي ما قلت ده منبر الناس ده صوت الناس بالمصداقيه والامانه والشفافيه احنا ما عندناش مشكله ولا عندنا مشاكل مع حد احنا بالنسبه لنا الصوت بتاع الشارع موجود والمسؤول بيرد ده اللي عندنا ان شاء الله نلتقيكم الحلقه القادمه ان شاء الله السلام عليكم